وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله كلكم طيبين وعافية. أنا إيمان سعيد، كونسلتنت سايكاتريست. يشرفني إنه ألتقيكم عبر منصة مجموعة الباحثين السودانيين في الجلسة اليوم بعنوان خدمة الصحة النفسية بالسودان خلال وبعد انحسار جائحة كورونا. وعندنا عدة محاور في الجلسة دي حنتناولها إن شاء الله. ويشرفني إنه أستضيف من اليوم من قطر دكتور محمد عبد العليم، استشاري أول الطب النفسي، ودكتور أنور دفع الله، الأستاذ المساعد في علوم الكمبيوتر، ومن السودان دكتور عبد الغني الشيخ، استشاري الطب النفسي، ومن بريطانيا دكتور أحمد إبراهيم، استشاري الطب النفسي. طبعا زي ما عارفين وزي ما واضح للجميع انه فيروس كورونا اصبح موضوع الساعه في الوقت اللي احنا فيه ده، ويعني واضح جدا انه غير في مناحي كثير، مناحي الحياه بصوره كبيره جدا. ويعني حاليا في اكثر من 2.5 مليار هم قاعدين في عزله وفي حجر صحي، وبالإضافة لكده الانهيار الاقتصادي والظروف الحاصلة دي كلها عندها تأثير كبير ومباشر على الصحة النفسية. والناس متوقعة يعني من التوقعات والتكهنات اللي في قدام الناس إنه حتكون بعد ما ينحسر الفيروس وحتبدأ أعداد المرضى النفسيين تتزايد، وهي حاليا في زيادة يعني مما بدأ. يعني يمكن في البداية كان الناس شوية يعني في الأسبوعين الأوائل ما كان في زيادة، لكن بعد الأسبوعين الأوائل بدأت الزيادة والقلق أكثر. ولكن متوقعين إنه بعد ما ينحسر إنه تحصل يعني زيادة بصورة كبيرة جدا جدا حسب توقعات يعني العالمية كلها يعني. والناس عاوزة تستعد للحاجة دي قبل ما تخط الطب النفسي في محك يعني. ونحن عايزين بالذات في السودان نشوف كيف ممكن نمشي لقدام وكيف ممكن نستعد لحاجة زي دي. فالناس المفروض تستعد للشيء القادم حسب التوقعات دي. فعايزة يعني أسأل دكتور عبد العليم، ويشرفني إنه معاي أستاذي، ويعني الواحد يعني ما بيقدر يتكلم عن دكتور عبد العليم وعن خبرته وباعه الطويل في مجال الصحة النفسية والإدارة. فدكتور عبد العليم، من وجهة نظرك شنو المتوقع بصورة عامة، وكيف ممكن الناس تتعامل يعني مع الشيء اللي حيحصل لقدام حسب التوقعات؟ ولو في أي إرشادات ممكن الناس تتبعها للحد من يعني الأزمة النفسية يعني حاليا وفي الوقت القادم إن شاء الله. دكتور عبد العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا دكتورة إيمان، وطبعا أنا سعيد جدا أن أشارك في هذا اللقاء الذي أسأل الله تعالى أن يكون مفيدا، والمشاركة مع هذه الوجوه النيرة والأخوة الزملاء المختصين. حقيقة طبعا يعني نحن لا نملك أرقام، وكل الذي سوف يقال هو نوع من التوقعات. وحب طبعا يعني نبدأ بالجانب المشرق. أول حاجة، أنا أعتقد هذه الجائحة ساعدت على عولمة العالم، وإن كان تحول العالم طبعا إلى سجن كوني كبير الآن، لكن هنالك نوع من العولمة التي ظهرت، وربما تكون بمفاهيم جديدة أتمنى أن يتأتى عنها يعني شيء من التكافل، من التوادد. الدول يعني أن تغير يعني مناهجها، بالذات الدول الكبرى التي يعني كانت تصنع الأسلحة بمليارات الدولارات وتقتل بها الأطفال والنساء، وفي الآخر اتضح إنه عندها مشكلة في الكمامات، أو يعني تشحد كمامات بين بعض، أو دولة يعني تسرق كمامات الدولة الثانية. فأنا أعتقد يعني ده قد يكون شيء يعني إيجابي، إنه حصلت هنالك نوع من العولمة الإجبارية التي تساوى فيها الضعيف والغني والفقير. ده جانب. الجانب الثاني يعرف عن الكوادث يعني معرفة تامة، وإنها هي بتؤدي طبعاً إلى نوع من التعاضد والتوائم الاجتماعي. يعني قضية السوشيال كوهيسيفنس يعني مؤكدة، ونعرف الباحثين الأوائل مثل أوديغارد وإيميل ديركهايم أثبتوا الكلام ده تماماً.
انه ربما يكون هنالك مؤشرات لشيء من الوقايه او تحسين الصحه النفسيه على الاقل من جوانب معينه عند بعض الناس في حالات الازمات. ونستطيع الان ان نلاحظ ان الحروب قلت يعني في هذه الايام، يعني التقتيل قل جدا لانه الناس يعني هنالك يعني ما هو اكبر يعني شغله، ممكن نقول هنالك نوع من التوادد الاجتماعي الاجباري الذي حدث. طيب ده انا اعتقد لقد يكون هو يعني الجانب المشرف في الموضوع. لكن انا اعتقد اكبر مشكله نفسيه تواجه العالم هي القلق التوقعي، يعني ما الذي سوف يحدث. اول حاجه الساينس بكل اسف يعني العلم كان فيه كثير من الهشاشه، يعني هنالك هشاشه واضحه جدا، يعني الاشياء التي امامنا حقيقه من بحوث وخلافه ما في أي حقائق صلبة أو ثابتة فيما يتعلق بطبيعة الفيروس، هل هو فيريانت واحد ما فيريانت واحد، هل هو من صنع البشر، هل هو ليس من صنع البشر. حقيقة هذا الكلام يعني أدخل الناس في تنازع نفسي وعدم استقرار نفسي يعني شديد جدا. الأدوية، اللقاحات، مشاكل البيج فارما، مشاكل البيج ماني، فأصبحت يعني ده الحقيقة يعني دي واحدة من الإفرازات والمعطيات السيئة جدا جدا. طيب هل سوف تأتي يعني طفرات أخرى لهذا المرض مثلا في مرحلة الشتاء؟ فحقيقة أنا لا أقول العلم فشل، لكن أنا حقيقة يعني العلم أدى إلى المزيد من عدم يعني الطمأنينة وسط الناس، لأن الحقائق يعني قليلة جدا. وزي ما قال يعني رئيس وزراء إيطاليا، قمنا بكل شيء والآن يجب أن نتجه نحو السماء. فإذا يعني موضوع الانتسباتوري انكزايتيز اللي ممكن تحصل للناس أنا أفتكر عالية جدا، يعني ما حيكون ودي أنا تصوري حتكون أكبر مشكلة يعني للناس. طبعا وأنا أفتكر أن نحن السودان يعني نحن جزء من الناس، وصراحة نحن حق نضع نفسنا يعني مع الكبار، يعني نحن ما صغار أبدا، ويجب أن نقدم حاجة للعالم ونقدم حاجة لبلدنا ونقدم حاجة يعني لمواطنينا، وده يعني يكون يعني المفهوم يعني على هذا السياق. الأمراض النفسية التقليدية، الاكتئاب والذهانيات وخلافه، وأنا لا أعتقد أنه حيكون فيها تغير كثير. من الحاجات الآن لاحظتها حتى هنا في الدوحة، يعني وسط يعني مرضاي كثير من المرضى بيشتكوا لي من السمنة، انهم قاعدوا في البيوت، ويعني شرحاتهم نحو الحلويات زادت، بالذات الناس اللي بياخذوا بعض الأدوية، وفعلا يعني ابتدوا يعني مثلا يعني يطلبوا يعني مساعدة. واحدة من الإفرازات مثلا يعني مرضى الوساوس القهرية، بذات وساوس النظافة وغيره، كثير من الأمهات أسقطوا على أبنائهم يعني سلوكهم الوسواس، يعني الأم يعني تصير إنه الطفل يغسل يديه، ما يلمس الباب، ما يعمل. أنا أعتقد دي واحدة من الإفرازات اللي حصلت. يمكن يكون حصل نوع من التعاضد الأسري، يعني بعض الأسر التقت يعني قعدت مع بعض، أصبح في إشراف أفضل على الأدوية بتاعت المرضى إذا كان الأسرة فيها مريض. بالنسبة لمرضى الديمنشيا أعتقد يعني له يعني عناية أكثر وكذا، لكن في إفرازات كثيرة، يعني زي ما ذكر أخونا الدكتور أحمد مثل يعني موضوع العنف المنزلي يعني زاد عندهم في بريطانيا، الدكتور أحمد حيتكلم. وأنا عرفت برضه في الأردن أعتقد يعني في بعض الزملاء عمل استضي يعني هذا الموضوع. فأنا الحاجة الأساسية هي القلق التوقعي وعدم القدرة على التكيف، أفتكر هي الصعوبات التي سوف تواجه الناس. لكن هذه كلها يمكن أن تجهض إجهاض يعني تام إذا فعلا حصلت يعني نوع من الطفرة في الخدمات الصحية في السودان عامة. يمكن يعني كلمة الطفرة يعني ليست صحيحة، لكن أنا أتوقع بالذات يعني في عهد الحكومة الموجودة مع المصداقية مع الشفافية، يعني على الأقل الدولة يجب أن تضع ميزانية واضحة للخدمات الصحية. والشيء المعروف إنه الدول الراشدة بتحدد حوالي 20% من الدخل القومي أو الدخل المحلي، يعني يجب أن يخصص إلى يعني الخدمات الصحية. إذا حصل يعني فعلا يعني هنالك مال معلوم، ويجب أن يكون معلوم للناس ومعلن إنه سوف تخصص كده من ميزانية الدولة للخدمات الصحية عامة، أنا أعتقد هنا بيكون في شيء يعني من التحسن في جميع المرافق العلاجية،
ونحن جزء حقيقة يعني من الخدمات الأخرى. الإنسان إذا اطمأن على قلبه، إذا اطمأن على علاج الملاريا، إذا اطمأن على علاج التايفويد، إذا اطمأن أنه تعمل له يعني عملية قيصرية ديستهما والألوم ما تنتهي يعني وفور لكده، أعتقد برضو سوف يعني يكون له أثر إيجابي جدا على الخدمات الصحية النفسية. في الحقيقة من طبعا من الأشياء ممكن يعني يقوم بها الأخوان، وما شاء الله معنا أخونا الدكتور عبد القني هو رجل ليد يعني ما في شك في ذلك. أنا أفتكر إن إحنا يجب أن نرسل يعني رسائل إيجابية للناس، مش يعني بنطمنهم إحنا في يعني يجب أول حاجة يعني تمليك الحقائق للناس يعني مهم جدا، والحقائق تملك للناس بوسطية وبالطريقة اللي يفهموها. هنالك مبالغات عشان كده الناس بتستهتر، هنالك يعني عدم تمليك يعني حقائق بصورة صحيحة عشان كده الناس بتستهتر. أكبر مشكلة دائما بتقابل الخدمات الصحية والخدمات النفسية على وجه الخصوص إنه يعني تقريبا 70% من العمل في الطب النفسي يعني كل فروع الطب هو يعني عمل إداري. بمعنى شنو؟ المريض لما يجي يقابله في الاستقبال، يسجلوه، يمشي الناس، يعمل أسسمنت. 70% من حيلة الزمن اللي بدوه المريض تقريبا في كل العيادات، ونحن هنا في قطر حاولنا أن نقلل هذا الموضوع جدا، لأنه أعظم حاجة يعني تسهل على المريض هو أن تسهل عليه أنه يصلك أنت الطبيب المختص يعني بسرعة شديدة. دي طبعا في السودان فيها عوائق كثيرة، وأتمنى أن أخونا دكتور عبد الغني وبقية الإخوان أنه ينتبهوا لها، أن تغلل الإجراءات الإدارية، أن يسهل للناس، أن تفتح لهم الأبواب، ووكين كلينيك نمشي لهم، نضرب لهم تلفونات. دي أنا أفتكر دي أكثر حاجة أنا محتاج لها يعني محتاج لها الناس في السودان، وأفتكر عن شح الإمكانيات يعني لا يقلل أبدا يعني من أهمية هذا الموضوع، أو يعني ليس بالاستحالة. أنا أفتكر نحن يعني نستفيد دكتور عبد الغني يعني من الشباب المتدربين الريجسترارز وغيره وكده، إنهم يقوموا بس بأبحاث ميدانية ماسيف كوهورتس، وده من خلاله نحن ممكن نتحصل على الحالات. يعني أنا أفتكر تكون يعني شيء إلزامي اليوم في الفترة الجاية أو حتى جزء من امتحاناتهم إنهم يقوموا يعني بهذه الأبحاث عشان نحاول أن نصل إلى الناس. وأنت الشخص المبحوث يعني لما تصل له أنت صح، أنت يعني طبعاً هدفك هي أغراض البحث، لكن برضو يعني بتوجهه بتعالجه يعني بترشده. التلفزيون في السودان يعني مسموع جداً جداً، يعني الناس بتسمع يعني في الغرف في غيره، وأنا ابن غري وبمشي دائماً للبلد هناك الشمالية، التلفزيون مسموع جداً يعني بشكل غير عادي. فأنا أعتقد يعني من خلاله الناس ممكن يعني تقدم يعني معلومة بسيطة جيدة إرشادية توجيهية استفسارية للناس، ودي ممكن تساعدهم كثير. زملائنا في الجمعيات الطبية الأخرى نحن حقيقة يعني محتاجين جدا أن نرفع يعني مستوى وعيهم، وأن يساعدونا برضو في محو الوصمة والعقدة الموجودة. يعني هم يعني نحن يعني كيف نعرف المريض يعني، وكيف يعني موضوع كيس فايندينج، هم برضو يعني بيجوهم المرضى الموسوسين، المرضى بتاع الدكتور شوبينج يعني بدل يرسلوا من عيادة لعيادة مختبر لمختبر. أعتقد هم ذاتهم يكون عندهم الوعي والإدراك، يا أخواننا نحن موجودين، أخونا عبد الغالب جماعته نحن موجودين، نحن أفيليبل، نحن عندنا بليز أكسس يعني لكل إنسان بيشتكي خايف من الكورونا، خايف من كده، يعني نفس الحاجات اللي كان حصلت يعني بعد الإيدز، يعني لا زال في مرضى عندهم إيدز هنا فوبيا. دي هتحصل أو ما هتصل بعد الكورونا الحقيقة الواحد يعني ما يقدر يعني يحدد، لكن يعني شيء زي ده يعني ممكن يكون يعني موجود. أنا أفتكر النقطة الجوهرية هي أن تكون هنالك قفزة حقيقية في ما يخصص للصحة عامة والصحة النفسية، والحكومة مكلفة تماما أن يعني تعلن هذه النسبة يعني زي ما بتعمل كل الدول الراشدة. الحاجة أنا كنت عايز أطلب يعني طلب بسيط من أخونا عبد الغني والأخوة هناك، إنهم العيادات الخاصة في فترة الثلاثة أو ستة شهور القادمة إذا خفض الفيز، أنا متأكد أسوأ الله أخواننا عارفون في هناك من يرجع الفيز، في هناك من يكشف مجانا، لكن إذا هم شعروا إن موضوع الفيز يعني بعوق بعض الناس الذين يعني يودون الزيادة للطب الخاص، أفتكر ممكن يكون في إعلان يعني أنا لو بكشف مثلا
500 جنيه والله كده انا حيكون كشف الفتره الجايه مثلا 100 جنيه والله ما عنده حياه والله. دي اشياء بسيطه لكن هي حقيقه عندها وقعها وعندها تاثير ايجابي جدا على الناس. عشان ما امسك الزمن كله الحقيقه ايمان ما انا ما اعرف الزمن مخصص لي كم لكن دي بعض الاطروحات البسيطه وان شاء الله من خلال المداول مع الاخوان الاخرين قد نصل ل يعني كل النقاط ان شاء الله يعني نغطيها. شكرا دكتور عبد العليم وان شاء الله في مداخله بس حبيت انوه على حاجه انه اللايف ده ما انتراكتيف سيشن وهو حاليا لايف على الفيسبوك فممكن كل البارتيسيبنت يحضروه على الفيسبوك. شكرا تاني دكتور عبد العليم. طبعا كل ما زادت فتره الحجر والعزله الاجتماعيه ويعني الناس تباعدت اكثر واكثر من بعض تظهر الاثار النفسيه اكثر وخصوصا لو ما كان في توعيه زي ما قال دكتور عبد العليم كفاية ولو المجتمع ما تفهم حجم المشكلة وما وعى بها تماما وما أخذ الظروف الصحية يعني في الفترة دي وإنها فترة طولت أو قصرت حتنتهي يعني الأزمة دي حتنتهي والناس حاول تتقبل الوضع الحاصل ويشوف الحاصل يعني في العالم كله حواليه وإنه ما بس في مجتمع معين ولا في السودان أو في غير السودان. فالناس لو تقبلت على الأقل حتة زي كده ممكن يعني دي الناس تمشي بصحة نفسية أفضل أو بيكونوا more resilience يعني. فانتقل لدكتور عبد الغني الشيخ من السودان يوضح لنا يعني الوضع حاليا هناك كيف وهل الأعداد متزايدة في السودان وهل الناس متفهمين للوضع يعني وهل زي ما قال دكتور عبد العليم في easy access للعيادة النفسية أو الدكاترة بيقدروا يصلوا لمرضاهم. دكتور عبد الغني تفضل. دكتور عبد الغني أنت لو سمحت بس تفتح المايك من عندك. أيوة نعم أهلا وسهلا سامعينك كده بسمع أيوة سامعين تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتورة إيمان على هذه المبادرة بتاعت مجموعة الباحثين السودانيين وأنت دائما سباقة بمبادرات هامة ومهمة زي دي. شكرا لك. كل عام وأنتم بخير جميعا دكتور عبد العليم دكتور أحمد من بريطانيا وأخونا باشمهندس أنور وإلى كل المشاهدين والمستمعين. أيضاً يجب أن في البداية نترحم على كل الشهداء حقيقةً الذين استشهدوا في السودان سواء كان بالكورونا أو دون الكورونا حقيقةً ونتمنى الشفاء العاجل لبقية المصابين. الموضوع شائك وأعتقد أخونا دكتور عبد العليم أدانا فكرة يعني عامة عن هذه الجائحة عالمياً. السودان ليس استثناء طبعا نفس المشاكل وقد تكون زيادة وربما أعتذر عن رداءة الصوت والصورة ودي جزء من مشاكلنا يعني حتى في التواصل عندنا مشكلة حقيقة بسبب الإنترنت. طيب الوضع في السودان حقيقة الخدمات الصحية كل ما الصحية في كل التخصصات حصر وخلال فترة انتشار هذا الفيروس وبالتأكيد الخدمات النفسية برضو تأثرت وممكن بصورة أكبر. كل العيادات الخاصة توقفت كل الريفيرد أوت بيشنتس العيادات المحولة في كل المستشفيات النفسية على قلتها توقفت تماماً. الخدمات النفسية الوحيدة كانت متواصلة هي في أقسام الطوارئ ولكم أن تتخيلوا في عاصمة كالخرطوم البوبوليشن بتاعتها 9 مليون الطوارئ فقط تاعت مستشفى طه بحشر ومستشفى التيجان الماحي هي التي تستقبل الحالات النفسية. ومن هنا حقيقة نشكر جيشنا الأبيض من نواب الطب النفسي الذين يعني ساهموا مساهمة فعالة في هذه الظروف وكان لهم مبادرات كثيرة حتى في السايكو سوشيال سبورت
غير تواجدهم في الطوارئ على مدار الساعة. الإنسان دائماً في هكذا الظروف بيشوف للهيلث سيستم عموماً. للأسف ما عندنا intact health system، ما في خدمات صحية متكاملة بمستويات الثلاثة primary, secondary and tertiary في كل الاختبارات الصحية، وعارفين الظروف بسبب إهمالة في الفترات السابقة من الحكم. ودائماً برضو نحن عارفين وللأسف حتى في الميزانيات وفي الأولويات الصحة النفسية تأتي في ذيل القائمة، وده زي ما قال أخونا دكتور عبد العليم بسبب الستيغما وبسبب عدم فهم الناس للمينتال هيلث والصحة النفسية، وإنها جزء أساسي بل مهم في حياة الإنسان يمكن أكثر من الاضطرابات الجسدية والله. فكان ده الجاب أو دي الفجوة اللي حصلت. لكن في المقابل يجب أن نشيد حقيقة بكل أطبائنا في الداخل، تلفوناتهم أنتوا عارفين يعني في السودان التلفون متاح اللي بقت فاتحة 24 ساعة للرد على كل استفسارات المرضى، لأنه عندنا شريحتين في هذه الجهة بنتعامل معاهم. شريحة المرضى النفسيين أصلاً الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وشريحة المرضى الجدد الذين أصابتهم اضطرابات نفسية بعد حدوث الجائحة. الشريحة الأولى عدد كبير من المرضى أدويتهم خلصت، متابعاتهم سواء كان في العيادات الخاصة أو العيادات المحولة في المستشفيات فاتت، بيقوا ما عارفين يمشوا وين، تكرار الوصفات just to refill the prescription كانت مشكلهم، مشكلة كبيرة. فأطبعنا بدون أي طلب من أي شخص، مع عدد كبير من أطبعنا النفسيين هنا كلها بقت متاحة للجمهور للرد على الاستفسارات، للاتصال بالصيدليات لتكرار الوصفات القديمة إلى حين بدء الخدمات العيادية، ودي سهلت كثير ما في شك. الشريحة الثانية عدد كبير من المرضى حقيقة أصيبوا باضطرابات نفسية، وزي ما قال دكتور عبد العليم كلها تتمحور في القلق النفسي والوسواس للناس اللي أصلا عندهم سمات تاعت شخصية وسواسية أصلا. لما تقول له غسل يدينك كل شويتين والإعلانات كل شويتين غسل يدينك، هو براه أصلا كان بيغسل، فزادت زيادة شديدة الوسواس القهري. حالات ظهرت بالنسبة لنا حالات بتاعت قلق just not coping مع الستريس، في ناس not coping مع الستريس، ودي الجزء منهم مرضانا ذاتهم، يعني مرضانا اللي كانوا بيعانوا من اضطرابات أخرى برضو الستريس ده لبعضهم. وفي الحمد لله بفضل الله شريحة كبيرة من المواطنين they could cope. الخوف من المجهول زي ما قال دكتور عبد العليم برضو الناس ما عارفة حقيقة، ولكم أن تتخيلوا إنه نسبة كبيرة من الناس دخلها يومي هنا ودي توقفوا عن العمل. العنف المنزلي حقيقة في السودان ما سمعنا عنه كثير، قد لا تكون النسبة زادت، وما عندنا برضو تبليغ زي الدول الأخرى. يعني حتى لو حصل عنف منزلي أتوقع المعنف ده بيسكت والله للأسف هنا. ودائما أنا حقيقة في مقابلات سابقة قلت نستبدل التباعد الاجتماعي بالتقارب الأسري والتعاضد الأسري والترابط الأسري. زي ما قال الدكتورة إيمان الرويال كوليج أوف سايكاتريس توقعت تسونامي أوف مينتال بروبلمز. ليس شرط إنه في السودان يحصل تسونامي، إن شاء الله ظروفه مختلفة عندنا. هنا في فاميلي سبورت، في سايكو سوشيال سبورت تو سام إكستنت. ونحن دلوقتي لما في حاجة زي دي حقيقة بتخلينا يجب نستعيد، يعني ما نعمل بردود الأفعال. قبل أسبوعين أو ثلاثة كنا في وزارة الصحة الاتحادية to set a protocol for psychosocial support. هل ننتظر لحد ما تحصل جائحة أخرى أو أي ديزاستر، أي ديزاستر سواء كان nature made or man made، يجب أن يكون عندنا خطط طوارئ واضحة وجاهزة للتعامل مع كل الانسيدنس زي دي والديزاسترز سواء كانت فيضانات سيول أي حاجة تحصل في السودان كوليرا. فيجب أنه يكون عندنا خطة جاهزة، ودي تتطلب حقيقة
السلطات الصحية هي تضع البوليسيز والبروتوكولز وكل الأطباء مستعدين للمشاركة والمساهمة فيها. دلوقتي في الوقت الحاضر عشان نتكلم نعمل شنو؟ أنا دائما من أنصار إنه نستعمل كل الإمكانيات المتاحة، لا نتعذر بإنه والله ما عندنا وما عندنا. الشيء المتاح ده ممكن نحن نستعمله ويكون cost effective، عندنا حاجات عاجلة أو إجراءات عاجلة يجب أن نعملها دلوقتي، عندنا خطط قصيرة المدى للتعامل مع الجائحة وانحسارها يجب أن تكون، ويجب يكون عندنا long term plans اللي هي الخطط الطويلة المدى. حاليا العيادات ابتدت ترجع الحمد لله، العيادات الخاصة، وهنا أطمن دكتور عبد العليم والله، ودي أنا كلام بقوله ومسؤول عنه حتى عن زملائي، لا يمكن لأي مريض سوداني يدخل عيادة طبيب نفسي سوداني في الخرطوم وما عنده قروش يرجع، لم ولن تحدث حتى بدون الجائحة، لم تحدث والحمد لله. وأنا أعتقد ده جزء من شرف المهنة عند الطبيب السوداني. بالنسبة للفيس طبعاً في ناس أطمنة مخاطرة كل الطب انه بيعرف انه المريض كرونيك وبيعرف انه اغلب المرضى دي من اسر يعني وضعها اتهاند. اتمنى انه يكون في فيز، اتمنى انه ذات الخدمات النفسيه كلها تكون حكوميه وتدفع الدوله، لانه ده حق اصيل من حقوق المواطن. وانا متاكد لو كان عندنا خدمات نفسيه في العيادات المحوله المستشفيات في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه عياداتنا تقفل ان شاء الله، تقفل تماما وما في مريض يدفع قروش عشان يتعالج الا قله عايزين لكجري. لكن الحق الاساسي لاي مريض انه يتعالج مجانا على نفقه الحكومه السودانيه، ودلوقتي عندنا حكم ديمقراطي ودي من الاساسيات في حقوق المواطن. يجب ان يكون عندنا خطط طويله المدى. وانا اعتقد قبل كده زملائنا يعني، ونشكر زملائنا في الخارج والله، وده جزء من اهتمام الطبيب السوداني بمواطنيه، وعملنا ورش كثيرة وعملنا مؤتمرات كثيرة حضرتوها كلكم، وعملنا خطط لتوزيع الرعاية الطبية النفسية في المستوى الأول والثاني والثالث، وأدينا توصيات وبروتوكولات إنه حتى مركز الرعاية الصحية الأولية دي نحن مستعدين إنه يجي فيها سايكايتريست once a week إن شاء الله، ويكون فيها تريني ريجسترار مؤهل في R1 أو 2 أو 3 ونبتدي الخدمة، لأنه ممكن في الأحياء دي نشوف عدد كبير فلترينج، عدد بسيط في المستشفيات. فأعتقد المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية هو دلوقتي الجهة الأكاديمية والخدمية الوحيدة في الطب النفسي في السودان، لأنها فيها عدد كبير من الترينرز من الأساتذة، وفيها عدد لا كثير من الترينيز ما أقل من 200 متدرب، وديل لو لقوا هذه الخطط والإجراءات تم اعتمادها هيكون عون كبير لتوزيع الخدمات النفسية. جزء من التريننج بتاعهم يكون في البي اتش سي. ما ننسى الكوادر النفسية الأخرى يا أخوانا، عندنا عدد كبير من السايكولوجيست السوشيال ويكرز والنيرسيز، ديل برضو في ناس كثيرين أخذوا دورات طبية نفسية and they can do some work، وصيادلة كمان. فحقيقة القصة ما صعبة، عايزة إنه السلطات الصحية والبوليسي ميكرز يكون عندهم الويل باور، يكون عندهم السلطة إنه يعملوا مجلس استشاري. إلى هذه اللحظة ما في مجلس استشاري للطب النفسي بالوزارة، ما في. فطبعاً الجائحة هذه لخبطة الأمور، لكن نتمنى بإذن الله إنه هذه الجائحة تعدي بأقل الأضرار من الناحية النفسية عندنا. وما أطول أكثر من كده، لو في أي مداخلة أخرى أنا مستعد يا دكتورة إيمان، وشكراً لك. شكراً دكتور عبد الغني. يعني أنا جدا مبسوطة إنه على الأقل شوية طمنتنا على الوضع في السودان، يعني من الناحية بتاعت الطب النفسي، إنه على الأقل ما خد نفسنا في محاكلة قدام، وإنه الناس إن شاء الله بتقدر على الأقل تواصل مع مرضى حتى عن طريق التلفون أو بمعرفته يعني بالأسر وكده. وأهم حاجة يعني في كلامك ده أنا يعني ارتحت لها، إنه الناس بدت تعمل في بروتوكولز، ما عشان
جاي حد، لكن لأي كرايسس أي ديزاستر جاي، وده المفروض، ده المفروض في كل التخصصات إذا كان الطب ولا غيره، الناس تتوقع أي حاجة عشان ما تجي تدخل في حتة نفس ما دخلت الناس في جائحة بتاعت كورونا، تلقى إنه ما عندها أي موارد، ما عندها أي مصادر، حتى أقل شيء بوليسز وبروتوكولز ما في، ما موجودة، والناس تقعد تتخبط يعني. فأنت من كلامك يعني أنا شايف إنه حتى السودان بدأ إنه يعني يدخل في حكاية التلي ميديسن، اللي هو التلفون جزء منها يعني، يعني التلي ميديسن ما شرط بالفيديو كولز، ممكن بال حتى بالتلفون يعني، باشر فيديو أيوة. ففي نفس الإطار بتاع التلي سايكاتري أنا أنتقل لدكتور أحمد إبراهيم في بريطانيا، وهو قبل كده أحمد في واحد من في آخر تقريبا كونفرنس في السودان كان يتكلم عن الموضوع ده، وحتى كان معانا ناس مشاركين من بريطانيا عن طريق التلي كونفرنس. والتلي كونفرنس هو من زمان في العالم موجود يعني، مش حاجة جديدة يعني، في كثير من الدول كان بيستعملوه في العيادات وفي المستشفيات وفي الميتينجز وبيتعاملوا به، لكن هسه مع جائحة كورونا والظروف الصعبة المرضى بيجوا يخافوا يمشوا العيادات، جزء من المرضى بيخاف يمشي عشان ما يتعادى، خوف من العدوى، وجزء من المسؤولين والأطباء هم نفسهم بيجوا يستعملوا التلي سايكاتري أو التلي ميديسين عشان يقللوا الكونتاكت مع المرضى وما تحصل الحكايه بتاعت العدوى. فدكتور احمد لو تدينا فكره عن الحاصل في بريطانيا او في الجزء اللي انت شغال فيه وفي المنطقه اللي انت شغال فيها، شنو نظرتك لكل اللي حيحصل لقدام، وشنو يعني تجربتك مع التلي سايكاتري، هل هو فعال زي ما كاتبين في الأبحاث والريسيرشز كلها إنه زي الفيس تو فيس، أو في فرق في بعض الحتات؟ وأنت يعني معروف عنك إنك إنسان بتاع سي بي تي وبتشتغل كثير مع المرضى في الحتة دي، فهل برضو هو في حتة بتاعت الأسسمنت العادي والسي بي تي، هل هو إفيشنت يعني نفس الفيس تو فيس؟ ممكن الناس حتى اللي قدام بعد ما الجائحة تنتهي، إذا كان هو فعلاً very efficient إنه الناس تستمر فيه يعني، وده بيوفر حياة كثيرة يعني. دكتور أحمد، شكراً جزيلاً. دكتور إيمان سعيد، أنا أحمد إبراهيم إسماعيل، شكراً للدعوة الكريمة دي، شكراً للأخ أنور، وبرضو يعني سعيد جداً بوجود الدكتور محمد من قطر ودكتور عبد الغني من السودان. فممكن يعني ممكن ابدا بادي نبذه بسيطه عن التلي ميديسين، اللي هو زي ما انت قلتي هو ماشي جديد، هو ده يعني من اواخر الثمانينات اوائل التسعينات. والتلي سايكاتري هو يعني عنده فيري جود تراك ريكورد، يعني استعمل بكثره جدا في امريكا في اوائل التسعينات، بالذات في موضوع التشايلد سايكاتري. ليه؟ لأنه يعني كانت في ندرة في تشايلد سايكاتريست، وكانوا بيستعملوه في إنه يوصلوا يعني الأطفال اللي بيكونوا في أماكن بعيدة أو ما عندهم يعني طريقة لأكسس لسايكاتريست وكذا. فالمشكلة في إنجلترا كانت إنه الـ NHS، لأنه الـ NHS هو public يعني هو حاجة حكومية، يعني ما زي أمريكا النظام اللي هو نظام بتاع إنشورنس ونظام برايفت وكذا، فكانت اسهل تطبيق الاشياء دي هناك. لكن في انجلترا لانه الـ NHS نظام يعني بيروقراطي شويه، فكانت في صعوبه في التغيير ده يعني. لكن في بسبب هذه الجائحه، ودي هي واحده من محاسن هذه الجائحه، انه الناس اضطرت لانها تستعمل الموضوع بتاع التلي يعني التلي سايكاتري، اللي هو استعمال التكنولوجي في التواصل مع العيانين واستعمال التكنولوجي في التدريب. فيعني حاليا حوالي 90% من الشغل انا بعمله، او اكثر كمان 95% من الشغل اللي بعمله كله عن طريق الكمبيوتر. يعني انا ممكن اكون ما بقعد مع عيان في حته واحده، يعني في 5% بس من ناحيه انه انا بمشي اشوف عيان لو عايز يدخل المستشفى بصوره قصريه وكذا يعني. لكن غير كده معظم الشيء بتشوف انت يعني، وبتشوف عيانين، شوف يعني تقييم كامل للعيان من الاول حتى الاخر، يعني بتوصف العلاج، كل الاشياء، انت بتكون بتشوف العيان زي ما انت بتشوفني كده هسه بصوره يعني
بتاخذ كل بتاخذ كل الهيستوري بتعمل ميترس اكزامينيشن فما في اي صعوبه في الكلام ده يعني. ف طبعا هو احنا يعني على علم بالمشاكل البنيه التحتيه في السودان من ناحيه الانترنت وسرعته كده، فكل الاشياء دي تحتاج لسرعه بتاعه الانترنت، وبرضه طبعا نتيجه للموضوع بتاع يعني كونفيدنشياليتي نتيجه لسريه المعلومات العيان، معظم هذه السوفت وير الاجهزه اليوميه بتكون يعني انكريبتد وبتكون كودد، يعني لازم يكون في من ناحيه بتاعه السكيورتي لما يكون فيها بي هاكت والكلام ده يعني. فهو طبعا في كم يعني في كم مستوى للحاجه دي، فهو في انت يعني عندك تشوف عيان بالتلفون بتاعك، يعني ما في شيء بيمنع انه في السودان انت تشوف زول، لانه في الخاصيه دي موجوده في الواتساب، يعني انت ممكن تشوف عيان بالفيديو كول وتكون يعني مكالمه عاديه، هو قاعد في بيته وانت قاعد في بيتك ولا قاعد في ورقه، والواتساب ما بيحتاج لنت سريع، فده ممكن شيء يكون متاح لكل الناس يعني. بعد ذلك لما نجي الموضوع في موضوع يعني مثلا عقد اجتماعات ولا في مواضيع معقده شويه زي موضوع يعني انك تعمل علاج زي سي بي تي، لان العلاج بتاع سي بي تي شويه فيه يعني اشياء قد تكون معقده شويه وبتحتاج ل يعني فيس تو فيس، يعني كمثال العلاج بتاع متلازمه ما بعد الصدمه، يعني في شغل تكنيكال بتاع يعني مثلا الاي ام دي ار الاي موفمنت ديسنسيتايزري بروسيسنج في الري ليفنج والاكسبيرينس، ده بيكون محتاج لانك تكون قاعد مع العيان في نفس الحته، ما يعني لانه قد يكون العيان يحصل له اشياء انت عايز يعني تتفاعل معها، ممكن يكون يعني نتيجه لانك انت بتعرض العيان لذكريات مثلا بتاعت صدمه قد يكون يحصل منها العيان تحصل له اشياء انت لازم تكون موجود معها، فدي يعني دي من ناحيه القدرات هذه يعني التكنولوجي ده في انه هو يوفي بكل يعني احتياجاتنا من ناحيه التلساكات، فهو يعني دائما هذه الاشياء دائما التغيير صعب يعني، لكن اول ما الناس تبدا تكتشف يعني فائده هذا الـ يعني فائده التكنولوجي ده، فمن الغالب انه الـ NHS ما يرجع تاني للنظام القديم بتاع انه نشوف العيانين يكون في اوت بيشنت والناس يجي يقعدوا برا وتناديهم ومطرد، فغالبا يكون في تغيير كبير شيفت ده حيصير في العالم يكون نتيجه لهذه الجائحه، في تغيير في موضوع الـ يعني كيف انك انت تدليفر، يعني كيف انك انت بتدليفر الساكاتيك سيرفيس او اي حتى سيرفيس يعني، فده حاجه حميده. من ناحيه لموضوع السودان زي ما قلت يعني الناس بتبدا في انها تحاول يعني تشوف موضوع الفيديو كونسلتيشن ممكن تكون متاحه وهي يعني ما فيها اي مشكله. من ناحيه الامبيريكال ايفيدنس يعني من ناحيه يعني في بحوث كثيره اتعملت بالذات في موضوع السي بي تي بتوري انه العلاج بالانترنت هو بيدي الى نفس النتائج اللي بتؤدي اليها العلاج فيس تو فيس، ما في اي فرق، حتى انه يعني اكثر من كده حتى التدريب يعني حتى تدريب الكوادر الصحيه مثلا زي السايكولوجيست ممكن تعمل تدريب من على البعد ريموتلي، وبرضه انه عملوا ابحاث كثيره جدا واكتشفوا انه او نتيجه هذه الابحاث انه يعني التدريب ب مثلا زي كمبيوتر بيست ولا انترنت بيست انترفنشنز ممكن يكون له نفس النتائج في بعض الاحيان بيكون احسن من الفيس تو فيس، لانه انت بتخلي يعني الزول المتدرب يكون عنده القدره انه يحتفظ بهذه الاشياء المسجله ويشوفه زي ما هو عايز في وقته اللي هو بيرتاح له وكده يعني. فانا بفتكر انه دي هي ممكن تكون فرصه لنا في ان نحاول يعني نشجع الناس انهم يعني يحاولوا موضوع العلاج بحاجات زي الواتساب وكده. الشيء الثاني بالنسبه احنا في يعني الناس اللي قاعدين بعيد من السودان، ف يعني في تفكير جاد جدا ان احنا نحاول يعني نعمل التدريب من على البعد، يعني بالنسبه لنا في السي بي تي عندي محاولات ان شاء الله في الشهور الجايه انه يحصل تدريب، يعني بنستعمل اشياء زي الزوم وميتنج اني وير، وانا
يعني اوريدي بريت في بعض الاتصالات مع الناس، وان شاء الله اخونا انور حيساعدني في الموضوع ده. الشيء الثاني برضو ممكن يعني يحصل، انا برضو حاولته لكن ما يعني ما نجح، مع انه المحاوله قربت تنجح يعني في النهايه، انه يكون عندك عيادات في اماكن بعيده جدا، مثلا زي الضعين انا لقيت سايكولوجيست واتصلت به وتكلمنا وكده، لكن في النهايه القصه ما مشت لانه سرعه الانترنت كانت فيها مشكله. فبرضه دي ممكن تكون حاجه بالنسبه احنا نحاول نساعد الناس في السودان، انه يعني لا مانع لدينا انه يعني يكون عندنا عيادات من على البعد، ونشوف عيانين في اماكن نائيه ما عندهم القدره على انهم مثلا يسافروا، ولا ما عندهم القدره الماديه انهم يمشوا لاماكن بعيده للعلاج. فدي بتكون ممكن تكون فرصه كويسه للناس، تدي يعني الناس دي الفرصه لانه يحصل تقييم ويحصل يعني انت تكون عندك تدي فكره عن يعني خطه علاجيه وكذا، وعلى يعني على بمستوى وب يعني حاجه هاي كواليتي. فدي ان شاء الله برضو واحد تكون من الاشياء اللي احنا بنحاول نعملها لقدام. طيب كده ممكن اكون اديت فكره بسيطه عن التلي ميديسين والتلي ساكاكي، ممكن كيف يساعد في الحاصل ده في السودان، يساعد في الناس الموجودين في داخل السودان. الشيء الثاني اللي حبيت يعني اقول يعني حاجه بسيطه عنه، اللي هو يعني رؤية اللي هو ممكن يحصل شنو نتيجة هذه الجائحة. طبعا يعني الكلام بتاع الرويال كوليدج انه هيكون في سونامي، والله ممكن يحصل ممكن ما يحصل. انا افتكر انه يعني الناس ما تاخذ هذا الكلام كانه هو جوسبل، كانه حيحصل يعني 100%، بالذات في مجتمعات زي السودان الكشر مختلف، واحتمال يكون يعني زي ما بتقول انه يعني التعاضد الاجتماعي والناس وجودهم مع بعض والتركيبة الاجتماعية مختلفة، فقد يكون يعني التأثير ما زي هنا. في واحدة مشكلة كبيرة هنا من الناس اللي هي طبعا الايسوليشن، الناس بتكون قاعدة براها وكده، ولما يكون في لوك داون وما في حظر بتاعته طبعا بزيد الموضوع زيادة. طبعا كان في السودان ما في، فده قد يكون احتمال ده يعني فاكتور مهم جدا في انه يعني يظهر او يعني الشيء اللي حيحصل، الرؤيه لانه حيحصل شنو حيكون مختلف في السودان، وان شاء الله ما يكون في سونامي زي ما هم بيقولوا كده، ان شاء الله ما يكون في ازدياد كبير في الحالات. لكن يعني من الطبيعي انه لما يكون في ناس قاعدين في مكان ضيق يعني مثلا لاوقات طويله جدا مع بعض، تحط ضغوط نفسيه بالحاصل ده والانسرتينتي انه ما عارفين حاسس شنو، يعني المجهول ده يعني، فده هو ده بيؤدي الى انه الناس تكون عايشه في نوع من القلق، حاجه طبيعيه جدا. فالخلق ده هو دائما هو ديا يعني ده هو الرسبي، يعني ده هو الحته اللي ممكن يكون يحصل فيها نمو لاشياء غير مستحبه يعني. ف انا هحاول اركز على ثلاثه اشياء بس عشان اكون احاول ادي يعني معلومه مفيده للناس اللي بيسمعوا فينا. حاول اركز على ثلاثه جروب من الناس، الاطفال والنساء والهيلث وركرز. والكلام ده بيجي يعني جاي من معلومات ظهرت في الشهور الاخيره دي وفي الاسابيع الاخيره دي هنا في الحته اللي انا فيها ساكن فيها دي او في يوروب عامه يعني. فلو ابدا مثلا بموضوع الاطفال، يعني ظهرت عندنا في المقاطعه اللي احنا فيها دي ظهرت حالات بتاعت انتحار لاطفال بالعمر 13 و14 سنه، وكل هؤلاء الاطفال لقوا عندهم ADHD وASD، يعني عندهم متلازمه فرط زياده الحركه وعندهم التوحد كويس. و ف يعني افتكر كومون سنس اي زول حيفهم انه الناس دي الاطفال دي لانه عندهم المشاكل دي بيجي من الصعوبه عليهم التاقلم مع الوضع الجديد، بانهم ما بيمشوا مدرسه، ما بيطلعوا من البيت، معاهم اهلهم في كل الوقت، فده بيؤدي الى ضغوطات نفسيه عاليه، وللاسف الشديد ادت لهذا الموت اللي هم اطفال يعني 13 14 سنه، دي حاجه يعني غير عاديه. وده هو طبعا يعني نسبة حدوث هذه الوفيات هو عالي جدا بالمقارنة مع نفس السنة، مع نفس الوقت في السنة الفاتت، فهو يعني قطع الشك ده هو كلام غير طبيعي، كل شيء حاصل. فده أدى إلى اتباعات طبعا على مستوى كبير، إنه محاولة إنه يعني استدراك إنه الحاصل شنو يعني. فدي معلومة ممكن تكون مفيدة للناس في السودان في محاولة إنه يعني يفهموا انه دي واحده من الجروبات او ده واحده من الكوهورت من الناس، واحده من الجروب من البشر اللي هم الاطفال في العمر ده بالمشاكل دي قد يكونوا عرضه للمشاكل النفسيه اكثر من غيره يعني. فواحده من الاشياء اللي اتعملت هنا
اللي هو يعني هم رجعوا للرجستر للسجن وشافوا اي اطفال في العمر دي عندهم ADHD و ASD واتصلوا بهم كويس كلهم محاوله تدخل يعني التدخل السريع وتدخل يعني early interventions. فدي واحده من الاشياء اللي هي الحاصله هسه ما قلتها ومحاول الناس يحاولوا انهم يعني تكونتينيد بيحاولوا انهم يستدركوا انه الحاصل شنو وتريد شعبه الاطفال اللي يشوفوا الحاصل شنو بالنسبه لهم يعني ده جروب من الناس قد يكون متاثرين يعني بصوره اكبر من غيرهم في بسبب هذه الجائحه. الجروب الثاني اللي هو النساء ف يعني ظهرت يعني ظهرت statistics في الفتره الاخيره دي يعني فعلا مقلقه جدا. وانا طبعا يعني سمعت التعليق بتاع عبد الغني في انه الوضع ممكن يكون مختلف. طبعا في اختلافات ثقافيه كبيره بينه وبين الناس ذيل فقد يكون الوضع مختلف، لكن طبعا يعني انا برضو يعني بفتكر انه احتمال كبير يكون في زياده في يعني العنف الاسري حتى في مجتمع زي السودان. اليو ان اليونايتد نيشن عملت بحث في فلسطين اللي هم ده طبعا يعني المجتمع ثقافته زينا من ناحيه دينيه، وافتكر هم اختاروا فلسطين لانه فلسطين هي يعني موضوع الاحتلال برضو يعني هي حته من يعني مش بس الثقافه المختلفه، حتى موضوع الاحتلال بيكون ده يعني سبب للضغط النفسي اكثر. ففي في في ازدياد في العنف الاسري. في الصين العنف الاسري في الفتره بتاعت كان فيها الجائحه بين يناير ومارس في ازدياد 3 مرات 3 يعني تايم 3 كويس. في اسبانيا في زياده 18% في يعني التبليغ للبوليس في حالات العنف الاسري. في فرنسا 30% كويس. في البرازيل 40-50% زيارات كبيره جدا. فبيفتكروا انه في اوروبا بشكل عام في زياده أكثر يعني قد تكون ل 60% من حالات العنف الاسري. وطبعا العنف الاسري هو ما غريب على المجتمعات دي، ومعروف انه بيزيد في فترات زي الكريسماس اللي هو الناس بتكون في اجازات ويعني بيشربوا شويه، وده بيكون يعني بيكون في ضغوط عليه من ناحيه الضغوط الماديه وكده، فده بيؤدي الى انه بتحصل يعني احتكاكات في الاسر. فدي برضو معلومه ثانيه حبيت اشارك بها الليله على اساس انه الناس تحاول تشوف انه ممكن تعمل ايه. طبعا انا عارف وانا سالته الناس في السودان فما في اي يعني ما في ريبورتنج ما في اي حاجه بتاعت انه يعني اللي هو الحاجه الوحيده للمراه موجوده انها تمشي البوليس او تمشي لاهلها او حاجه بالشكل ده يعني. فما في there's no support systems يعني ما في منظمات مجتمع مدني ما في حياه بشكل ده بتحاول. انا ما طبعا احتمال يكون في وانا ما عارف به، لكن حسب معرفتي انه ما في حاجه بالشكل ده. فدي برضه من الاشياء الناس بحاول انه برضه يعني لو ممكن تعمل لها حاجه بيكون برضه بيكون مستحق. الجروب الثاني من الناس برضه حاولت انه اركز عليه واللي هم الهيلث وركرز اللي هم الدكاتره والممرضين وكذا. فديل يعني برضه في يعني في ازدياد في معدلات الاصابه بامراض زي متلازمه قلق ما بعد الصدمه البوست تروماتيك ستريس ديزورد، وطبعا يعني مفهوم ويعني متوقع نتيجه الازدياد انهم تعرضوا لمناظر وشافوا ناس بتموت وهم اصلا بيكون عندهم حاله عاليه جدا من القلق والضغوط النفسيه. فده برضه ممكن شريحه من الناس نحاول نشوف انه ممكن الناس كيف تقدم لها يعني العون. زي ما قال الاخ عبد الغني قبل انه يعني لازم نستفيد من كل الامكانات الموجوده عندنا. وطبعا يعني السودان شهد يعني طفره من الناحيه بتاعت التدريب الطبي في السنين الاخيره دي، وفي ما شاء الله دكاتره كبار كتار يعني ودكاتره كبار برضه. لكن يعني لا زال تدريب الكوادر المساعده يعني lagging behind يعني كثير يعني دي شريحه مهمله اهمال شديد اللي هم يعني ناس المعالجين النفسيين والسوشيال وركر ناس الباحثين الاجتماعيين والممرضين. فلا يمكن انك انت يعني يكون عندك القدره على يعني انك تكون
يعني تستجيب لحاجات زي دي في المستقبل، وانت كل يعني الشريحه دي هي مهمله وما عندها ما مدرب التدريب الكامل، فلازم يكون في نظره يعني افتكر سريعه جدا لمحاوله يعني توسيع الوعاء العلاجي. وتوسيع الوعاء العلاجي بيكون انه استفاده من كل هذه الكوادر وتدريبها، بحيث انها تساعد في يعني مجابهه الطوارئ، او حتى في الايام العاديه في محاوله تحسين التحسين النوعي للعلاج اللي بيقدم للمريض النفسي. دي الاشياء الثلاثه حيث اللي حبيت اتكلم عنها. الشيء الثاني اللي حبيت اقوله يعني انه يعني الزياده في نحن ما شفنا في الحته اللي انا فيها دي، احنا متابعين يعني بصوره بسيطه الحاصل، ما في ازدياد في نسبه العيانين الفيرست ابيسود سايكوزيس الحته اللي انا شغال فيها، فما في يعني ما في نفس النسبه بتاع العيانين اللي بيجوا بمثلا سايكوزيس ولا مانيا اول مره نفس النسبه اللي حصلت السنه اللي فاتت، فدي حاجه كويسه بتقول انه ما في ازدياد في الحالات الجديده كويس بنفس المعدل في السنه اللي فاتت، لكن طبعا يعني في ازدياد في الناس الكومون منتال هيلث بروبلمز، يعني مثلا الانزايتي والديبرشن والاو سي دي وهي الكلام بالشكل ده، في ازدياد واضح في معدلات يعني طلب العلاج في هذه الاشياء. وبالنسبه لنا احنا في ازدياد كبير جدا في البرايفت، يعني في الناس اللي بيجوا عايزين يعني حاجه خارج الان اتش اس، لانه واضح من كده انه الان اتش اس بقى ما قادر انه يعني يوفي بالحوجه في هذا المجال. والشيء الثاني طبعا زي الحاصل في السودان، يعني يا اخوانا برضه الناس حقه تفهم انه الحاصل كله حاصل في الدنيا كلها، يعني العلاج طلب العلاج للعيانين بالصور ده كله توقف، لانه كل امكانيات الان اتش اس كلها مشت لمحاربه الجائحه دي، فبقى في انتظار طويل للناس اللي يشوفوهم عشان يشافوا كلام الشكل ده يعني. فدي هي النقاط اللي حبيت اقولها، واجين يعني في المره الثانيه انا سعيد جدا اني اتاحت لي هذه الفرصه، واتمنى اني اكون قلت كلام مفيد للناس وكل المعرفه الدارية اقولها. شكرا جزيلا. شكرا دكتور احمد ابراهيم، واكيد كلامك كان مفيد. انا اتوقع انه في السودان ممكن يعني زي ما قال دكتور عبد القادر زي ما انت قلت، التعاطف الاجتماعي والدعم الاسري بيقلل كثير يعني، ودي نفسها بتقلل بعدين ما بعد الانتصار الجائحة دي بتقلل من الآثار والتداعيات اللي حنشوفها بعدين إن شاء الله. لكن أتوقع إنه في السودان حتكون في مشكلة الزيادة بتاعت الريلابس ريت، لأنه الناس زي ما قال دكتور عبد القني في بس 2 emergency rooms لتزعى مليون ديل في الخرطوم، فما بالك البر خرطوم ديل ما قدر أصلا من قبل الفيروس ده ما قدرين يصلوا او ما عندهم خدمات في المناطق اللي هم موجودين فيها. فيعني نتمنى انه الناس تقدر تصلون. نرجع لحديثنا عن التكنولوجيا وعن التلسايكاتري، وده بودينا برضو للناس البعيدين في الولايات اللي هم ما قادرين يصلوا. فمعانا دكتور انور دفع الله، مشكور انه يعني بيجا مع يعني قبل برغم كل المشغوليات بتاعته أنا عارفاها وكمية الجلسات اللي هو بيديرها في اليوم الواحد، إنه يعني خصص لنا وقت، وهو متخصص في علوم الكمبيوتر. ودكتور أرمر ليه يعني اشتغل في السودان ويشتغل برا السودان، فعايزين يورينا دكتور أنور إنه كيف ممكن نطبق التلسايكاتري في السودان عبر القنوات حالياً المتاحة لنا في السودان، والظروف الصعبة الحالياً بمر بها السودان بعد كل الحاصل الفيودة، وكيف نقدر إننا نصل لأكبر عدد أو أكبر عدد يصلونا، يعني إذا كان عن طريق التلسايكاتري أو عن طريق التكنولوجيا الحالية المتاحة. دكتور أنور. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك الدكتورة العزيزة إيمان على الدعوة الكريمة. الواحد صراحة سعيد جدا أنه يكون موجود في جلسة فيها علماء أجلاء، دكتور محمد عبد العليم، دكتور أحمد إسماعيل، دكتور عبد الغني وحضرتك، يعني صراحة الواحد بيتعلم منكم بيستفيد كثير جدا جدا. دي أول مرة أنا يتم دعوتي أن أكون باناليست في جلسة فيها علماء بتوع
بتوعنا طب نفسي، واعتقد انه ده significant progress لانه الواضح انه مجتمعنا كان بيتعامل كجزر متفرقه، انه ناس السايكاتري بيتكلموا براهم، ناس الكمبيوتر ساينس بيتكلموا براهم، الانجينيرز الى اخره. فاسي الحلقه دي لما تبدا تتقفل كده وكتر خير الكورونا وبضارة النافعه ورت انه والله ناس الاي تي ديل عندهم يوز، يعني غير انه يكونوا قاعدين في الغرف المظلمه والشاشات يعني. ففي حاجات كثيره جدا ممكن تدعمل التيلي سايكاتري كبراكتس، اظنه موجود في السودان في كميه بتاعت في اكثر من مبادره انا اعرف، يعني في واحده منها الناس ما عارفينها، حتى امبارح حضرت سيشن عن التيلي سايكاتري قدمها الدكتور محمد كمال تقريبا، ذكروا كثير من المبادرات لكن ما ذكروا مثلا بتاعت البان افريكا كانت في مدينه افريقيا التكنولوجيه، اي وكانت مع جامعه سينار وكانت حاجه ممتازه جدا جدا لكن ما استمرت. الحاجات اللي ممكن الناس تستخدمها هي الاكزيستنج تكنولوجيز، يعني الناس ما محتاجه تري انفنت ذا ويل، ان احنا ما عندنا امكانيات عشان انه نجيب لنا اكويبمنتس جديده، لكن وي كان يعني يوز الحاجه الموجوده عندنا دي بصوره افيشنت بصوره اكثر. ومحتاجين انه الناس تعدل في القوانين الموجوده حاليا، يعني مثلا الناس بيتكلموا على التلي سايكاتري ولا التلي ميديسين ولا غيره، مثلا زي التلي فارماسي، عندكم انتوا الادويه بتاعتكم بتاعت اللي بتصرفوها للمرضى في العاده ما بتتصرف الا بروشتة، فانا ده لو قام واحد يتكلم معي عبر الواتساب ولا يتكلم معي عبر اي فيديو كونفرنس وانا اي واز دايجنوست باي حاجه، لو كيف انه انا ده امشي طوال للصيدليه يقوم يصرف لي الروشتة دي؟ لازم يكون في اللوب ده يكون مقفول ما بين الطبيب اللي عامل لي الدايجنوستس وانا البيشنت وما بين الصيدليه نفسها. الحاجه دي حاليا في ناس بيعملوها يعني شغاله ان براكتس، لكن بكل اسف ما ليجل، يعني ما في قانون بيدعمها يعني تباك الحاجه دي. الحاجه دي محتاجين فيها انه الناس تتحرك فيها. التكنولوجيز الموجوده الناس بتستخدم الواتساب، الناس بتستخدم الجو تو ميتنج، الناس بتستخدم جو تو ميت السكايب، يستخدم الجوجل كلاس روم، ممكن اي حاجه اي فيديو كونفرنس تول ممكن يستخدموه في انه يحققوا الهدف المقصود به في التيلي ميديسن. لكن المشكله بتاعت الناس في السودان زي ما تفضل بروف عبد الغني اللي هي المساله بتاعت الكونكتيفيتي، والمساله بتاعت الكونكتيفيتي دي لو نحن دايرين نستخدمها في تريننج مثلا، دي حته مهمه جدا ممكن تساعد فيها الايام دي، يبقى لازم نربطها بحته فيها انترنت كونكشن يكون يعني مستقر. ودي ممكن تحصل وين؟ انا برشح الجامعات، لانه الجامعات السودانيه في 18 ولايه كلها مرتبطه بشبكه البحث العلمي السوداني اللي اسمها سودران سودان ريسيرش نتورك، والسي او بتاع وليد اللي هو الحي تابع للتعليم العالي، وحاجه الانترنت بتاعها مختلف وسريع، فالناس ممكن تستخدم الشبكه دي في التريننج، لانه دكتور احمد اسماعيل يعني وضح النقطه دي اللي هو انه في lack of training للمساعدين للاخصائيين وكده. الحته دي لو ما حصلت ان احنا حنكون شغالين بنفس الكباسي بتاعتنا، حتى لو كان الناس يعني من برا السودان مستعدين كلهم منه يساعدوا الناس اللي جوا السودان. فكل الكوادر المحتاجه للتريننج ممكن تاخذ انترنت او تتجمع للتريننج ده في الحتات دي. يعني ما هو في ناس الليله بيطلعوا شغالين، صح في سوشيال ايزوليشن وكده والى اخره، لكن في ناس بيطلعوا للشغل، الناس اللي شغالين في مجال الاغذيه، الناس شغالين في مجال الطب، الناس شغالين في مجال الامن، دول قاعد يطلعوا من بيوتهم، فليه لا ما يطلعوا الناس المحتاجين تريننج ويمشوا يتوجهوا للمراكز بتاعت المعلومات في الولايات او الجامعات على اساس انه يتلقوا التريننج ده في انترنت كونكشن سريع. الحاجه الاخيره اللي شايفها انا مهمه جدا جدا استخدام التلفزيون. يعني الدورة البرامجية للتلفزيون في حالة الطوارئ ما ممكن تكون نفسها هي، يعني التلفزيون ده موجود في كل السودان، ليه ما يكون انه والله جزء من حالة الطوارئ احنا موجودين، ودي تكنولوجيا كل الناس بيستخدموها اكسسبل لكل الناس، ليه ما يكون في استضافة عبر التلفزيونات لكل الكوادر الطبية زي حضرتكم الموجودين خارج السودان ودارين يقدموا حاجة للمرضى، دار يطمنوهم، داير يتكلموا معاهم، يكون في برنامج انتراكتيف، زول يضرب تلفون زي البرامج الحواريه، يعني ما بالضروره بس للناس الموجودين في السودان، دي حاجه ممكن تتم مع الناس اللي برا السودان، والتكنولوجيا زي زوم الاسهل احنا فيه ده، ومعنا بروفيسور عبد الغني من السودان، بتمكن الحاجه دي تحصل، يعني كل التلفزيونات الامريكيه شغاله
بزوم امبارح ولا امبارح شاهدنا الاطلاق بتاع الروكت بتاع اكس سبيس للفضاء. فدي كلها حاجات شغاله يعني موجوده. واخيرا وليس اخرا تنسيق المبادرات، لانه في كميه بتاعت مبادرات هسه حاليا شغاله. احنا في الباحثين السودانيين المجموعه بتاعتنا فيها قريب 600 الف عضو، كلهم ياهو باحثين وطلاب واساتذه والى اخره. فده كل يوم كل يومين ثلاثه بتجينا مبادره جديده، لكن ما في بينهم هارموني ولا كوردينيشن. ما بالضروره يتوحدوا يكون كلهم جست وان مبادره، لا، ممكن الناس كلها تنسق مع بعض ويكونوا شغالين، بحيث انه والله لو في بيست براكتس من اي مبادره منهم في اي حته في السودان او من خارج السودان الناس تتعلم منها وتبني عليها بفوق يعني. فبالنسبه للبرامج الناس ممكن تستخدمها، اي اند تو اند ديكريبشن بروجرام، اي برنامج زي الواتساب زي التليجرام زي الـ البرامج اللي بيستخدم يوزر نيم وباسورد، دي كلها ممكن الناس يستخدموها في تقديم التكنولوجيا الموجوده. احنا عندنا مجموعه خاصه باخصائي تقنيه المعلومات والاتصالات، يعني فرعيه من مجموعه الباحثين السودانيين، دي فيها كميه بتاعت اكسبرتس، ناس باعلى الشهادات العلميه والمتخصصه، مستعدين انه يدعموا اي حاجه ممكن تساعد الناس في مجال التلي سايكايتري ولا اي حاجه ممكن تجيب الويل بين والويلفير للسودانيين في اي حته. يعني مهمتنا الاساسيه انه نخدم مجتمعنا، سواء كان والله بالبحث العلمي والعلم ولا نكون بالشغل التكنيكال ممكن نقدمه. انا ما اقدر اطول، شكرا جزيلا على الفرصه دكتور ايمان، شكرا لكم جميعا. طيب دكتور انور، انت قلت انه اي اند تو اند انكريبتد بروجرام ممكن يفي بالغرض. طيب انا باخذ في الاعتبار خصوصيه المريض وسريه المريض، دي ما تكون فيها مشكله مع بعض البرنامج حتى لو كانت اند تو اند انكريبتد؟ لا، ما هي الاند تو اند انكريبتد باي ديفينيشن، انه والله يا اخي الشانل دي الكوميونيكيشن شانل الميديوم، ما في زول من برا بيقدر يعني. في اتاكس مثلا بتحصل في الهاكينج مثلا، دي اسمها مان ان ذا ميدل اتاك، ده زول والله يا اخي لو الشانل بتاعتك ما سكيور بيقدر يشوف في النص، ممكن يغير في الانتجريتي بتاعت البيانات ولا كده. لكن ما اي اند تو اند انكريبشن ما بيحصل فيه انترفينشن، ما في زول بيقدر يعرف. فالكونفيدنشياليتي بتاعت المريض البرايفسي بتاعته بتكون متوفره تماما، الا لو حصل حاجه خطا من الجانب الثاني. انا امبارح بقرا لي في بوست عن واحد زميلنا عثمان ساق والدته مشابهه الطوارئ بتاعت الاسنان في مستشفى خرطوم، فقال انها هي المستشفى شغاله والكادر فيها ممتاز جدا، لكن المرضى كلهم قاعدين مقابلين بعض، يعني في كرسي جاي بتاع طبيب وفي كرسي ثاني بتاع طبيب، وانت يفترض طوالي تقعد في اي واحد من الكراسي دي زي ثلاثه ولا اربعه كراسي. فدي حاجه يعني حاجه بتاعتين والله lack of privacy by design، يعني ما في ستائر بين الناس ولا كده. فانا ممكن يكون السيشن دي بيني وبينك private وencrypted، لكن بهناك انت في حتتك حاصل شنو ولا بيجاي في حتتك حاصل شنو، ممكن يكون البريس بتاع البرايفسي في حتتنا ذاتها فيزيكالي، ما بالضروره انها تكون من ناحيه بتاعت كوميونيكيشن شانل يعني. فبس الناس تكون حريصه انها تعمل كل البروكوشن ميجرز، بحيث انه والله يا اخي الناس اللي قاعدين فيزيكالي في الحته يكون البرايفسي بتاعتهم فعلا محفوظه يعني هناك. لكن من ناحيه بتاعت كوميونيكيشن وسوفت وير وكونكتيفيتي ونتوركس، دي ما اظن فيها مشكله وممكن نساعد يعني. not easy to be intervened. لا ما في زول بيجي داخل، ما في زول بيجي داخل فيها. ونحن يعني دي حاجه كويسه. طيب لانه زي ما قلت، اذا كان الواتساب او غيره دي كلها فيها فيديو كونفرنس ممكن الناس تعملها في السودان وما محتاجه لانترنت سريع، فدي حاجات كلها ممكن الناس تستعملها وتبدا بها على الاقل لو في بروتوكول معين او في حاجه او في بوليسي، لانه المفروض يكون في كونسنت وفي حاجات كثيره ثانيه بيخطوها الاطباء بينهم، يعني اتفاقيه ما بينه وبين المريض عشان يقدروا يحفظوا حق المريض وحق الطبيب في نفس الوقت، يعني من ناحيه قانونيه يعني. شكرا لك دكتور انمر، ما قصرت يعني، استفدنا منك كثير. طيب ارجع لدكتور عبد الغني الشيخ من السودان. دكتور عبد الغني، حاليا نحن زي ما قال دكتور انور، لو استعملنا مثلا الجامعات في كل الولايات، ويعني حاجه، ودي حاجه احنا اساسا دي الهدف من جلستنا دي، انه نشوف مثلا حتى لو نقطه واحده احنا طلعنا بيها افدنا بيها الناس قدرنا نوصل لهم ويصلوا لينا، بنكون عملنا حاجه كويسه لهم.
ف يعني قال انه ممكن في الجامعات نستفيد من الحته بتاعت الجامعات وانه يكون تبع التعليم العالي وانه يكون لانه بيكون فيها طبعا الانترنت فيها سريع انه الناس تستفيد من الحته دي ويكون عيادات عن بعد في الجامعات. فشنو امكانيه حدوث حاجه زي دي للطب النفسي؟ احنا نتكلم هنا يعني كل الطب وتحديدا الطب النفسي بنتكلم عنه، وشنو الصعوبات اللي ممكن يعني تواجهنا وكيف ممكن نعالجها لو في صعوبات، اذا كان حاجات تكنيكال ولا اذا كان حاجات فاينانشال او غيره. دكتور عبد الغني تفتح المايك بتاعك بس. دكتور عبد الغني من عندك؟ ايوه ايمان سامعني؟ سامعينك. طيب اول حاجه الكهرباء قطعت ليها اكثر من شهر ما قطعت، انت ذكرتيها قبل وانا حسي عامل اربع شمعات قدامي، اربع شموع لو شايفينها اوكي، عشان اوريكي انه في السودان احنا ممكن نشتغل في كل الظروف. في ناس بيعملوا عمليات على ضوء الشموع، خليكي من كونفرسيشن. طيب نرجع لسؤالك. بالتأكيد زي ما أنا قلت يا إيمان، والحاجة كلام الإخوة كلهم سمعناه كلام مفيد، وبالذات دكتور الأستاذ أنور حقيقة باش مهندس أنور أدانا معلومات قيمة، وأحمد إبراهيم تجربته برضو كانت قيمة. الإمكانات المتاحة بالتأكيد بنستفيد منها. طيب لو جينا للجامعات، هو طبعا حاليا كل الجامعات السودانية في الوقت الحاضر مغلقة طبعا، أنتم عارفين كده. لكن بعد ما تفتح الجامعات، حكاية إنه يكون في عيادات في هذه الجامعات بالتأكيد ممكن، بس لك أن تتصوري إنه في كل ولايات السودان 19 لو عددهم كم ما عارف دلوقتي، يمكن عندنا 3 ولايات فيها أطباء نفسيين، فبالتالي بقية الولايات قد يكون فيها جامعات وما فيها أي خدمات نفسية، بيكون فيها حاسوب، بيكون فيها إنترنت، يمكن التنسيق معهم لفتح بعض العيادات بالتيلي سايكايتري بالتأكيد ممكن. طرحت موضوع الواتساب، وحقيقة بدأنا بالواتساب نحن دلوقتي، حالات كثيرة بنشوفها بالواتساب، يعني بس بتكون already seen and diagnosed patients. صعب مريض جديد لأول مرة، وزي ما قلت في الميديكال كونسيل في شروط أساسية للمقابلة الطبية والبرايفسي والكونفيدنشياليتي، فالمريض الجديد ده لسه نحن ما عندنا تجربة وما عارفين الليجال اوبليجيشنز شنو عشان نقدر نشوفه طوالي بالواتساب، واحنا قبل كده ما شفناه. الايدنتيتي، الكونفيدنشياليتي، الكونسنت، حاجات كثيرة والله. لكن بالتأكيد انا اطمنكم انه الناس هنا اي امكانات متاحة ممكن تستعملها وتستخدمها لمساعدة مواطنيننا ومرضانا بالذات في المينتال هيلث، لن نتردد. وبالتأكيد دعمكم لنا ونصائحكم دي بتأخذ في الاعتبار، وأتمنى إنه عدد من زملائنا يكونوا متابعين، لأنه الفيدباك بعدين مهم جدا جدا، ومداخلاتهم بتكون أكثر فائدة مما تحدثنا به نحن إن شاء الله. طب انا في رايي انه لو نرجع لموضوع التلسايكاتري في الاغاليم وبنفس حكايه الجامعات، حتى لو ما كان في متوفرين دكاتره اطباء نفسيين، ممكن حتى بس يعني انه شخص انه يتواصل معهم، ممرضين، مساعدين تمريض، انه يكون موجود في العياده وانه هم اللي يفتح له مثلا الكمبيوتر عشان يقابل الطبيب. نعم. وكذا لو بديناها في ولاية أو ولايتين، ولاية البعيدة مثلا، نقول سنار مثلا فيها جامعة كبيرة، شوف وبعدين. نعم. الناس تغيم، لو لقيناها نجحت بالتأكيد نبدأ في ولاية ثانية ولاية رابعة لحد ما نغطي كل الولايات. كلام سليم جدا، وأنا أعتقد دي بتكون تصرف علمي، وتكون زي بايلوت في الأول، نعملها في ولايتين ثلاثة at the same time،
و then can be generalized إن شاء الله. بالتأكيد بالتأكيد مقترح جميل. وإن شاء الله نتواصل مع ناس التعليم العالي ونبدأ من هنا، يعني نشوف رأي أنت بتمثل حاليا السودان، ترجع لزملائنا في السودان وبتشوف رأيهم شنو. إذا كان الحكاية دي ماشي معاهم وكده، نبدأ من اليوم، ما بنقول بكرة، نبدأ من اليوم. وأنا مستعدة أتواصل مع التعليم العالي بالإضافة لدكتور أنور معانا، هو ما بيقصر برضو في الحتة دي إن شاء الله. وبنشوف إن شاء الله اللي بيحصل شنو، وربنا إن شاء الله يوفق الجميع يا رب. جدا وقد تمتد إلى مستشفيات برضو، لو في مستشفيات ولائية فيها إمكانيات بتاعت إنترنت في مستشفيات ولائية، ممكن برضو حتى في المستشفيات، لأنه المرضى الأكسس بتاعهم للمستشفيات بيكون أسرع من الأكسس للجامعات وأسهل، فممكن حتى المستشفيات يعني. نعم جدا والله، أعتقد فكرة جيدة، وبإذن الله يجب أن توضع في الاعتبار والناس تشرع فيها عمليا إن شاء الله بإذن الله. دكتور أحمد إبراهيم عنده مداخلة، نسمع لدكتور أحمد. أيوة، بس في نفس النقطة دي جاني إيميل في الخاص من واحدة اسمها أفتكر طاها، هالة طاها، أو المهم بتتكلم عن إنها هي ريجستار في ساكاتري، وعندها has done some work with mental health workers in East Darfur، الدعين. أنا ما أعرف عندي شنو مع الدعين، شكله كده أنا عندي يعني مرة ثانية يكون فينا، وعندما an initiative going on، ف طوالي والله، فبس حبيت إنه يعني أأمن على النقطة دي، إنه أنا طوالي حتصل مع الزولة دي، وما في مانع إنه يكون في بداية بتاعت يعني شغل من على البعد المناطق دي. تمام، شكرا. أنا دكتورة برضه يا دكتور أحمد دائما سباق. دار أذكر يا دكتورة بأنه عندنا مجموعة فرعية في الباحثين السودانيين دكتورة إيمان، وإنت ذاتك من الناس القادتها، اللي هي بتاعت الدعم النفسي. مجموعة الدم النفسي دي فيها عدد من الفاكولتي ممبرز بتوعنا الطب وغير الطب وعلم النفس، موجودين في جامعات مختلفة. يعني مثلا عندنا ملاز موجودة في جامعة القضارف، وعندهم هناك شغل ممتاز جدا مع مركز غسيل الكلى هناك، ففي ناس من جامعة البحر الأحمر في بور سودان. فأعتقد إنه ما هيكون في مشكلة في إنه نتواصل مع الجامعات بصورة مختلفة، لكن لازم يكون في البايلوت دي يكون مدار من قبلكم إنتو ديل هنا الناس اللي إنيشيتر للمبادرة. دكتورة شكرا. دكتور أنور. دكتور عبد العليم. أي نعم، الحقيقة أنا يعني سعيد جدا حقيقة أسمع الكلام الطيب بتاع الزملاء ده، والكلام المفيد ومفيد جدا. افتكر يعني اخونا دكتور عبد الغني جزاه الله خير اوضح تقريبا الصوره في السودان والاشياء التي يمكن ان تعمل. انا الحقيقه يعني فكره التلفزيون اللي اثنى عليها برضو اخونا دكتور انور، التلفزيون في السودان يعني مسموع جدا بالذات في الاقاليم، والتلفزيونات الولائيه حقيقه يعني رائعه جدا، والناس بتستمع اليها، الناس بتستمع الى الجزيره والله خير. انا اعتقد الإخوان يعني ما شاء الله يصير العدد يعني كويس دكتور عبد الغني في السودان، لو كان في برنامج يعني أسبوعي حي يعني مختص في الطب النفسي. طبعا في أخوان عمر محمود وعمر الفاديو، الناس عملوا يعني مرات يعني بيستضيفوا سايكاتريست. أنا مش يعني بهدف الإعلام والله كده، لكن أعتقد يعني إذا كلمنا أخونا ياسين الجدار والله واحد يعني صراحة إذا كان في برنامج أسبوعي حي من أحد القنوات الرئيسية أعتقد أن يكون مساهمة ممتازة. الحاجة الثانية، ممكن الأخوان كلهم يعني يسجلوا مواد نفسية حوارية، الناس في الداخل وفي الخارج، ودي ممكن أن تزاع يعني عن طريق التلفزيونات. في إمكانية، نحن كان عندنا تجربة ممتازة يا إيمان في العوين، إنه لما عملنا يعني صفحة العوين في أحد الجرائد وكذا، دي أشياء بسيطة وما دار إمكانيات، أعتقد دي برضها يمكن الناس يطرقوها. الكلام اللي أشار له أخونا دكتور أمر جزا الله خير، اللي هو نفس الفكرة اللي كنت عايز أقولها، اللي هي جمعية أصدقاء المرضى. هذه الجمعيات صراحة نحن وجدناها فعالة جدا، ويمكن أن تكون يعني هي بشيء من التشجيع يعني لبعض المرضى. بعد ذلك تلقاهم يعني نظموا نفسهم ورتبوا نفسهم. أنا أذكر تماماً في 2010
لما بدينا فكرة المدمن المتعافي وجمعية الصغار الناس الـ AA، وهم لا يحبوا أن يربطوا نفسهم أبداً مع الخدمات الطبية يعني بأي حال من الأحوال، عايزين استغلالية كاملة. نحن ربطنا نفسنا معاهم، وبعدين حتى لما بدوا يعني بدايات يعني متواضعة جداً. أذكر أحد الأخوان كان يمشي يحضر الاجتماع يعني لوحده وصبر، وهسه الوقت يمكن عندنا من أروع الجمعيات عائلة للمتعافين في 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 منطقة الخليج. وأعتقد بكل أشياء ممكن أن تكون فعالة. موضوع التلي ميديسين صراحة أنا أفتكر في يمكن السايكايتري أكثر تخصص عندها فرصة أن تقدم صراحة عمل رصين وعمل ممتاز. اتفق تماما مع دكتور عبد الغني، أنا وجدت صعوبة يعني شديدة إنه أقبل يعني البيشنت حقيقة على التلفون يعني في الفترة الأخيرة دي، لكن المرضى بتاعنا الفولو أب يعني صراحة يعني أطروا كثيرا على الفكرة. يقول يا دكتور محمد يا أخي إحنا والله دلوقتي يعني ودي يعني وجدنا معك وقت أكثر، وما شاء الله دمك رايق، ونحن لما نجيك هناك يعني ده شايفنا وده ما شايفنا. أيوة لا أي صحيح. وبعدين الاختلالات الإدارية كان بالأوغن انتهت، يمشي مع السجل نفسك أمشي عمل أسسمنت أمشي. فهنا أنا أفتكر صراحة زي ما قال دكتور أحمد نحن بسايكاتر عندنا فرصة عظيمة جدا. عندي سؤال بسيط كان لدكتور أحمد، هو الحقيقة يمكن في إنجلترا يجوز هم لاحظوا أكثر بالنسبة لزيادة يعني الحالات بتاعت يعني تعاطي الكحوليات المخدرات، موضوع الانسيست، قضية أنا ما عارف ألعاب الفيديو والإدمان على الإنترنت، مشاهدة المواقع الخلاعية، ودي يمكن في أي حتة يا عبد الغني يعني فأنا ما عارف أنا قد يكون كلامي يعني افتراضي، لكن حقنا تنبه إنه الأشياء زي دي، لأنه صراحة الناس كان عندهم موضوع يعني مشكلة إدارة وقت، كثير من الناس كان عندهم مشكلة إدارة وقت، فهنالك ربما يكون انزوى يعني أو كانت واحدة من المهارب يعني زي الكتاب الجميل بتاع نور حمد مهارب المبدعين، فربما يكون بعض الناس يعني هربوا إلى هذه الأشياء. وشكرا يا إيمان يعني على الإدارة الجيدة للندوة كده. شكرا دكتور عبد العليم. في أي مداخلة تانية من أي من الزملاء؟ لو سمحتي لي دكتور إيمان عبد الغني تفضل دكتور عبد الغني. لا تفضل أنور. أنا بس كنت في حتة مهمة دار نبه لها، إنه نحن we are complaining دائما بإنه في lack of data والreporting وكذا. نحن برضو مجموعة البحثين السودانية كمجموعة ضخمة يعني فيها قريبة 600 ألف نفر، ممكن نساعد في الدراسات يعني الكوشنير الممكن يملاو 100 نفر لو إنت عملته براك في otherwise إنك تعمل في البحثين السودانيين بيجوك مثلا responses ممكن تكون 2,000-3,000 response من ناس يعني interested في الحاجة. فنحن برضو لو الناس دايرة تعمل دراسة أن إحنا ممكن نساعد في الكلام ده فطوال يعني. تمام ممكن يا إيمان تفضل. طيب حقيقة أيوة بس عايز أكرر الشكر حقيقة لمجموعة الباحثين السودانيين وليك أنت بالذات يا دكتورة إيمان على مبادرتك دي، وشوفنا ليك يعني تدخلات كثيرة في أثناء هذه الجائحة فيها فائدة بإذن الله للجميع يعني في السودان وخارج السودان. ما في شك استفدنا من المداخلات دي كلها بتاعت الزملاء دكتور عبد العليم أحمد وأنور، وأتمنى إنه تتواصل، وزي ما قلت لك نحن في انتظار لو في أي طريقة بتاعت فيدباك من الزملاء أو مداخلات عشان نقدر نصل ونعمل ملخص حقيقة لهذه الندوة ونعمل توصيات كمان منها عشان نستفيد منها وتكون قابلة للتطبيق بإذن الله. أكرر الشكر لكم واهتمامكم أطباء المهجر ببلدكم، وهذا ما غريب عليكم، وكل سنة وانتم طيبين. أتمنى أن الكهرباء ترجع لنا إن شاء الله. شكرا دكتور عبد الغني. وفي ختامنا في ختام الجلسة دي يعني ما يسعني إلا أنه أشكركم كلكم كل الأعزاء والمشاهدين المعانا والمشاهدين في اللايف على الفيسبوك، وشكر جزيل لمجموعة الباحثين السودانيين على رأسهم دكتور أنور وهو الفاوندر بتاع المجموعة دي يعني باي ذا واي. فشكرا جزيلا، ودي ما أول ولا آخر مرة وحنتلاقى تاني، وإن شاء الله ده يكون هي ما بداية لأنه بدينا إحنا من زمن يعني
معاهم وإن شاء الله نتواصل. وزي ما قال أنور دي الأدفانتج حقت الجائحة إنه خلت الناس ما كمبيوتر ساينس برا وميديسن برا، العالم كله مع بعض يعني. وشكرا جزيلا لكم. شكرا، بارك الله فيكم، إيمان خيركم، بارك الله فيكم، الله يبارك فيك، الله يحفظكم.